صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بألف خير. انا لسه صاحيه من النوم الساعه 9. النهارده هتقضوا اليوم كله معايا، هيبقى في البيت وهنجيب حاجات من بره وهنروح كازيون وهنروح كارفور. كل واحد فيهم هنروحه لوحده. النهارده هنجيب حاجات من هنا ونجيب حاجات من هنا، فبس قلت اصبح عليكم ونبتدي اليوم مع بعض. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هدخل الحمام، هاخد شاور وهغسل اسناني وهغسل وشي وهستخدم الغسول بتاع الاسنان. فعلشان ما اتكلمش في الحمام قلت اكلمكم قبل ما ادخل، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. بالنسبة للفطار انا هفطر جرانولا، عملتها معاكم قبل كده، وهشرب قهوة. لازم قهوة، فانا الجرانولا هتنزل لكم في فيديو مفصل لوحدها خطوة بخطوة، انما انا هعملها معاكم دلوقتي سريعا سريعا علشان الفيديو بتاع الروتين ما يبقاش طويل قوي. خلاص يا حبايبي هروح افطر. انا في الغالب بفطر في البلكونة، كوباية القهوة الجميلة على الصبح ملهاش حل، والجرانولا بتاعتنا. يلا بينا نروح نفطر. حقيقي يعني لسه بدري، بس مش عارفة، الجو برا وحش جدا، الشمس طالعة بطريقة فظيعة، فأنا هدخل أقعد جوه وافتح نت وخلاص، وهفطر جوه النهاردة وهفتح كده القناة اشوف الدنيا فيها ماشية ازاي. كنت هقعد قدام اللابتوب بس زوجي العزيز عملها فيها كالعادة ونسي يحطه على الشاحن، ففصل الشحن فسيبه يشحن. انا ماليش في التي في خالص، ما بحبش اقعد قدامه، فهمسك الفون شوية. ولو اني مش من الناس اللي بتحب تقعد لازقة في الفون على طول، لا بمسكه لما هبقى محتاجة او ملانة او في حد بعت لي حاجة. وبرضه مش من الناس اللي هي 24 ساعة على الفيسبوك والانستا بتنزل هما بيروحوا فين ويجوا منين. انا نادر لما بنزل بوست سواء على الفيس او الانستا، وناس معينة اللي متابعاها ومنزلش بوستات كتير. غير كده يمكن مشغولة اكتر بالفيس بتاع القناة اكتر من الاكونت بتاعي الشخصي. كمان اقصد كوم ورايا ليه الاعلانات دي؟ هي ارخم حاجة في الابليكيشن ده الاعلانات بتاعته بصراحة. المهم فممكن افتح اليوتيوب شوية. بصراحة ما عنديش القدرة ان انا ادخل فيديو فيديو اشوف التعليقات الجديدة اللي جات عليه، فبدخل على اللي هو مبدع الاستوديو مبدع المحتوى. ده بصراحة مختصر جدا، بيجيب كل الكومنتات اللي جات على كل الفيديوهات ورا بعض، فبحاول ارد على قد ما اقدر من على اكبر كم من الكومنتات اللي جات لي. يا اما بدخل على الماسنجر بشوف لو في مسجات جات لي حاجة خاصة بالقناة، حد عايز يسأل على حاجة وهكذا. غير كده ما بعملش اي حاجة تانية في الموبايل. ممكن افتح لو التيك توك ده او الاول، بس بصراحة يعني دلوقتي بقى حاجة صعبة جدا، كله قالع، ستات برجالة الا من رحم ربي. البنوتة دي عسولة جدا بالمناسبة. خلاص يا اما بقى بتفرج على حاجات في سوق دوت كوم، يا اما في جومية. جومية عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا. الاوردرات بتاعته سهلة ولذيذة والتعامل معاه زي الفل، يعني احلى من سوق دوت كوم واحلى من اوليكس واحلى من حاجات كتيرة جدا جدا. حتى الشحن بتاعه مبلغه بيبقى حلو جدا عن سوق دوت كوم كمان. خلاص انا كنا احمد كان طالب حاجات ادوات رياضية ليه، وهم عاملين زي سوق دوت كوم كده الباكج، مثلا لو 1000 جنيه او 250 جنيه بتاخدي الشحن فور فري، يعني مبتدفعيش فلوس على الشحن. فهو كان فاضله 250 جنيه او 300 جنيه ويكمل الباكج كله. فكأي زوجة مصرية أصيلة محترمة زنت، والزن على الودان أمر من السحر وكلنا عارفين كده كويس،
طلبت حاجة زنقتها كده في الاوردر بتاعه. انا عندي باور بانك من سامسونج كان جاي لي من قطر، بس مشكلته انه تقيل، حجمه وزنه تقيل، فدورت على حاجة في حدود المبلغ اللي فاضل، فلقيت باور بانك كده جميل جدا جدا، جبته وجالي من 10 ايام تقريبا، حلو جدا جدا. يا رب الاقيه، انا شفته امبارح كان سعره اقل من ان احنا كنا جايبينه كمان. والله هو سعره، انتوا عارفين انا بقولكمش على حاجه الا من فراغ يعني، الا اذا كنت مجرباها. سعره بالنسبه للكواليتي بتاعته حلوه جدا، بيشحن بسرعه، الشحن بتاعه فيه بركه جامده يعني، ما اقولكوش. هو 500 ملي امبير في الساعه. اللهم يسر. فين هو اهو؟ بصوا كنا جايبينه احنا ب 300، دلوقتي عامل 249، قبل احنا ما نجيبه كان عامل 500 وي، دلوقتي هو كان واصل 499، وحاليا بيتباع ب 249. والله الكواليتي بتاعته تستاهل اكتر من المبلغ ده عن تجربة، اسمعوا مني. اما بالنسبة لسوق دوت كوم، الناس اللي سألتني على الموضوع بتاعه واشتريت منه، انا اشتريت منه حوالي 6 7 مرات. مشكلته بس انه بيأخر شوية في الاوردرات بتاعته. تجميع الاوردرات فيه اسهل شوية من جوميا، لان بتختاري على طول، هو بينزلك الحاجة ورا بعضها. ما تجيبيش منه ايه، ما تجيبيش منه اي حاجة ليها لون يعني، خصوصا في الميك اب. انا ما بجيبش منه غير ميك اب تقريبا يعني، الميك اب بتاعه اوريجينال، حاجه مضمونه جدا جدا جدا. المهم ما تجيبش منه حاجه ليها لون، ما تجيبش منه شادو، ما تجيبش منه روج، ما تجيبش منه بلاشر. ليه؟ الحاجه بتبقى على الابلكيشن لون وبتجي لك لون تاني خالص يعني، ممكن تكوني شايفه الحاجه لونها روز، تجي لك بينك، تجي لك فوشيا، تجي لك لون فاقع جدا. ممكن تكوني طالبه لون شادو اسود، يجي لك كحلي، تكوني طالبه كحلي او ازرق، يجي لك اسود، وهكذا. فما تطلبوش، احنا الاوردر اللي احنا لسه بنجهزه عشان نطلبه حاجات خاصه بيا وحاجات خاصه باحمد. كان في حاجه كده اسمها جيسيكا الكسندر، دي بتعمل مجموعات لبادي لوشن وبادي سبلاش وحاجات زي كده. البادي سبلاش بتاعهم بالفانيليا كانت ال 35 مللي عاملين 25 جنيه، انا لقيت ال 50 مللي على الابلكيشن ب 14 جنيه، فوش طلبته يعني. كمان طلبت الكونسيلر والبرايمر بتوع ميبلين، دول الاوريجينال. الكونسيلر بعد الخصم عامل 149، سوري البرايمر بعد الخصم عامل 149، والكونسيلر ما عليهوش خصم نهائيا عامل 200 جنيه. البرايمر بالذات يا بنات، بالذات عشان خاطر ربنا، دي اول حاجه بتتحط على الوش بعزله بين الميك اب وبشرتك، فحاولوا تجيبوا حاجه نظيفه. وكمان كنت طالبه البلاشر دي من ايسنس، بس خايفه تجيلي لون مختلف، فربنا يستر يعني. وكنا طالبين دي العده بتاعه التنظيف، العدسه بتاعه الكاميرا الكانون، وكمان كنا طالبين وحده الاضاءه دي، ده عشان التصوير. في منها من اول عندهم من اول 30 جنيه لحد 500 جنيه، دي بتبقى قطعه صغيره جدا بتتركب في اي فيشه كهرباء عاديه، بتديكي اضاءه للكورنر اللي انت بتصوري فيه، بس الاضاءه بتاعتها حلوه جدا. فهسيبكم بقى دلوقتي، وكفايه رغي كتير كده، واروح اتسلب اي ابلكيشن عندي على الموبايل وافطر، وبعدين هنشوف هنعمل ايه قبل ما ننزل نروح المشاوير بتاعتنا، فاستنونا. فطرنا بقى ونقوم نشوف اللي ورانا. انا صاحيه بدري لان انا حركتي ضعيفه شويه، والبنوته اللي كانت بتساعدني ربنا يا رب يبارك لها في حياتها، اتجوزت على العيد وحضرت فرحها، ربنا يا رب يسعدها على قد ما كانت بتساعدني ويديها يا رب من حيث لا تعلم. فانا دلوقتي اللي بعمل كل حاجه، فبصحى بدري بحيث ان انا اعمل براحتي وانقل براحتي. فالمهم يعني ده عيش بيتي بيجيلي من البلد كل 10 ايام، كل اسبوعين كده بيبعتهولي مع والدي يعني في العربية، لان انا والدي شغال هنا في القاهرة. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله شكله يفتح النفس يعني. المهم انا بقطعه اربع زي ما انتم شايفين كده بالمقص، ومقص طبعا بتاع العيش ده مقص ما بعملش بيه اي حاجة نهائيا خالص، معمول للعيش فقط لا غير. وزي ما انتم شايفين كده الرده اللي طلعت منه، العيش البيتي ما بيطلعش رده كتير زي العيش بتاع السوق يعني. خلاص فانا بقطعه اربع تربع كده، ومعايا الاكياس اهي، بحط مثلا كل ست تربع مثلا او كل تمن تربع مع بعض في كيس، وبحطهم في الفريزر. لما باجي اسخنه باخده واحطه في الفرن على طول، بيطلع زيه زي ما يكون لسه معمول بالظبط. هكيسهم وهرجع لكم على طول. حبايبي خلاص هما جم 6 اكياس، كل كيس فيه 6 اربع حلوين كبار ما شاء الله يعني، دول هيقضونا فتره لان احنا ملناش في اكل العيش قوي يعني. هحطهم بقى في التلاجة، وبعدين هشغل الغساله عشان عندي دوره غسيل. الغسيل انا هحط عليه ده كلوريكس، ده على فكره حلو جدا، اللي هو باودر بالمكيال ده، ثواني
لانه هنا في شربات انا بحطه على البرسيل واسيب كله يدوب مع بعضه. ده احطه في الشطف لان انا مش عامله زي ما كنت بعمل الاول دوره كامله واسيبها تخلص مع نفسها. بصراحه حسيت انها بتهدر ميه كتير جدا جدا وبتملى ميه اكتر من الميه بتبقى محتاجاها دوره الغسيل، فانا بقيت بظبط الميه بتاعتها براحتي. يعني هم حبه الغسيل صغيرين ولسه هتملى كمان لنص الحله تقريبا، فمش محتاجه ان انا املى الحله كلها علشان حبه صغيرين خلاص. وبعد كده الشطف فحط لها فيه دوني، وفي العصر او هي بتتعصر كده هرش عليها دوني، وهي لما تيجي تعصر هوريكم انا بحط الدوني ازاي. خلاص هي انا ظبطها على 13 دقيقة غسيل، وهظبطها كمان 13 دقيقة وبعدين اسيبها تاخد دورتها عادي جدا. دلوقتي بقى انا عندي غسيل عايز يتطبق من اول امبارح، وكنت هلكانة اليومين اللي فاتوا دول وكنت تعبانة شوية، فما كنتش يعني بلم احط كل يوم دورة غسيل واشيلها اركنها، ودي حاجة مش كويسة. بس غصب عني والله فعلا كنت تعبانة، فهنروح نشوف الغسيل اللي عايز يتطبق ده. خلاص طبقت الغسيل والمية قطعت ورجعت، فعندي الثلاث كوبايات دول بتاعت القهوة بتاعتي والشاي بتاع احمد بتاع الصبح، لان المية كانت قطعة برضو الصبح اليومين دول في فيصل. مية حاجة بشعة والله العظيم، حاجة يعني تزهق. وكوبايه الميه والصينيه الصغيره فرصه والميه شغاله، هغسلهم وانضفهم قبل الميه ما تقطع تاني. وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه في الغسيل اللي موجود ده، لانه في شربات فمحتاجه ان هي تنضف اكتر. ففي المره التانية ان انا زي ما قلت لكم، بصوا انا عامله فيها دوره الغسيل اللي شغاله دي اللي هي 13 دقيقه بس، تاخد دقيقه في الملي و12 دقيقه في الغسل، 13 دقيقه مش عاملة لا شطف ولا عصر. فبعد ال 13 دقيقة دي هديها 13 دقيقة تاني، وهحط معاها اضافات تانية، هحط معاها بيكربونات وملح ليمون وخل، بينضفوا الشربات بطريقة رهيبة جدا جدا جدا. يعني لا تقولوا كلوركس الوان ولا ايه مش عارف ايه، والله بتنضفها جدا. ده غير كمان الكلوركس اللي انا حطاها، وديكم شايفين الرغوة ما شاء الله عاملة ازاي. يعني خلاص فانا هسيبها تكمل وهروح علشان اغسل الحبه الحلوين دول. والحوض عندي كان مكبوب فيه شاي، بصوا المنظر يعني معلش اسفين لبشاعه المنظر، اتكب فيه شاي وقهوه والميه قطعت بعديها على طول، وما عنديش ميه فهملى الميه اللي قطعه عندي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص خلصنا المواعين، هدعك بس الحوض وما عنديش اساسا مواعين. الناس اللي سالتني على الصفايه حطيتها فين، حطيتها هنا بالنسبة لي ده انسب مكان، وحطيت تحتها دي كمان علشان احيانا بصفي حاجات هنا. هنا بصفي كوبايات، معالق، صواني صغيرة، اطباق، غطيان. الموبايل القديمة بقى الناس اللي سألتني عليها هي اتكسرت، فكانت متعلقة في المسامير دي. خلاص عايزة اقولكم كله ده وراها كان متبهدل، ف يعني اتغسل كله ده وتلمع. المهم يعني اللهم صل على سيدنا محمد. فما بقتش ينفع ان هي تركب هنا تاني، الحاجات دي وسعت لان هي اتكسرت واتكسرت معاها، فالحاجات دي وسعت فما ينفعش تعلق فوق تاني نهائي، وهي في حته اللي اتعلق منها اصلا اتكسرت، عشان كده انا جبت دي. خلاص الحاجات التقيله زي الاطباق الصواني الكبيره انا حطيتها تحت اهي شايفينها، بصفي عليها بالدرج بتاع التصفيه بتاعها. عايزه اقول لكم نفعاني جدا جدا جدا. خلاص عشان الناس اللي سالتني على دي وسالتني على دي، انا كنت احطها في درج المطبخ واحط فيها اطباق وحاجات بس طلعت عاليه عن المطبخ من جوه، فقلت هتصرف فيها لحد ما الاقي حد يعني يكون محتاجها اديها له. هصفي عليها تحت الحاجات التقيله اللي ما ينفعش تحط على الصفايه الكبيره فوق. خلاص الغساله عندي هنا اهي وقفت العشر دقايق اللي احنا ال 13 دقيقه اللي احنا كنا عاملينها الاول، دلوقتي هشغلها نفس المية بتاعتها، هديها بقى الدورة الكاملة بتاعتها واقول لها اوكي مية باردة اوكي. خلاص دلوقتي هجيب الحاجات اللي انا هحطها لها. بصوا يا حبايبي ده الخل ودي ملح ليمون بيكربونات صوديوم، حطهم مع بعض لان انا دايما بحب احط منهم على الشرابات وعلى الستاير. عايزة اقول لكم بيخلوا الستاير كأنها لسه جاية من عند بتاع القماش، فظيع بجد.
خلاص. وطبعا عمنا جنرال بتاع البقع الصعبة حلو جدا جدا، فمش بحطه على الغسيل غير زي ما هم كاتبين بالظبط، ملايات فوط شرابات والاستعمالات العادية بتاعته. خلاص انا هحط معلقة من البيكربونات والملح الليمون على الخل، ما تحطيهمش في الغسالة على طول عشان ما بيدوبوش بسهولة، يعني تقريبا نفس المقدار اللي احنا خدناه في التانية. في فوران طبعا علشان البيكربونات، فوران بس هدي شوية، انا بعدت عنه علشان النفس. احط حوالي معلقة واحدة بس من رينول، عايزة اقول لكم خف جدا، الاول ما كانش بالشكل ده خالص، الاول كان تقيل جدا عن كده، يعني شايفينه تقيل ازاي، بس والله كان تقيل عن كده خالص، يعني ايام ما كان ب20 جنيه، يا ريتهم يرجعوه ب20 جنيه تاني بدل 15 ويبقى تقيل زي الاول. خلاص وهقلبهم مع بعض عشان بس رينول يفك معاهم. اللي عندها رينول ومتضايقة من الشربات تعملها بالطريقة دي، او سوري يعني لو واحدة عندها بيبي مثلا او حاجة، عامل تويلت على الملاية، بيبي لسه صغير يعني، تستعمل الرينول حلو جدا. جنرال ايه الرينول. خلاص هشغل الغسالة وهنزله. شايفين الفوران، واسيبها تاخد دورتها عادي جدا، واجيلكم وانا بحط الدوني فيها. انا في الحمام، وبما ان المية موجودة فقلت فرصة انظف السيفون بتاع الحمام كمان. شايفين انا شايلة الغطا بتاعه خالص من مكانه يعني، والحوض والبانيو، لان انا ناوية املى البانيو. انا اوريدي مليت اللي هو ده الكبير ده، مليته مية. المية عندي هنا في فيصل بتقطع بطريقة غبية جدا الفترة دي يعني، فقلت فرصة املاهم. انا مليت الكبير ده وهغسل البانيو غسله كويسه، مش بستعمله الفتره دي، فهملاه اغسله غسله كويسه وهملاه، وطبعا بالمره هروح غسله الحوض معاهم، ويعني من بعيد لبعيد بس عشان الميه ما تتعبنيش. المهم حتى انا شلت القطعه دي اللي كانت متعلقه هنا علشان امسح الحته اللي بتبقى وراها دي. هنضف بايه؟ هنضف بده، ده في اللي هو الكلوريكس اللي انا كنت وريته لكم، هوريه لكم دلوقتي، وفي رينول وفي خل خلاص وميه طبعا. يعني تعالوا اوريكم الكلوريكس ده اهو يا بنات، ده زي ما انتم شايفينه كده اهو، للتويلت وللارضيات وللبوتاجازات، حلو جدا جدا. واحلى حاجه فيه بصراحه انه ريحته ليمون، فمش مؤذي زي الكلور العادي يعني. خلاص فهو ده مش للهدوم عشان ما حدش يحطه على الهدوم بس، تمام. هو المفروض انه 5 في 1 يعني. خلاص فهنروح دلوقتي نعمل التويلت. حط كل حاجة على الحوض هنا اهو زي ما انتم شايفين كده، حتى مكان الصبانة معلم اهو عايز يتغسل، فهرش بقى على كله كده، على الحيطة اللي ورا دي وعلى الصبانة وعلى الحوض كل حتة. ريحته حلوة جدا ليمون، ما تخيلتش خالص ان ممكن تكون ريحته حلوة قوي كده، حتى على الحنفية نفسها لازم يترش عليها عشان نلمعها. واجيب الفرشة بتاعتي، الفرشة بتاعتي ايه، هبتدي ادعك كده، اللي هي الفرشة دي عارفينها انتوا. معلش بقى لو الحركة بطيئة شوية، انا واقفة على رجلي بالعافية، هعمل الحوض كله وهرجع لكم. خلاص انا لمعت الحوض كله اتغسل، الاسبونشة دي جديدة جايباها يعني، بدعك بيها الحوض والبانيو، ما بستعملهاش للتويلت نهائيا ولا بستعملها عندي في المواعين خالص، دي بتاعة الحوض والبانيو فقط لا غير. في حتت هنا كده ما بتوصلهاش قوي، بصوا ده صابون مش حاجة وسخة يعني، ما بتوصلهاش الفرشة اللي هي التانية، فانا هبل دي وهبتدي اعيد عليها تاني سريعا كده، هعيد عليه كله تاني كده، يعني الحتت اللي هي مش طايلاها دي اقدر اجيبها، فهخلص الحوض وارجع له. خلاص بقى هشطف الحوض اول، ابعد شويه بس عشان الميه ما تجيش عند رجلي، لسه في حتت دي هوريكم الحتت دي بقى هننضفها بأي حالا يعني، يعني دي مهما اتعكت بتبقى صعبة شوية. عموما الحوض بيلمع زي ما انتم شايفين اهو، بصوا بقى الحتت دي فرشة عادية انا سايباها للحتت اللي زي كده، تمام، مع الفرشة التانية برضو دي بتاعة الحوض.
علشان احيانا الحتة الفواصل اللي زي كده ببقى محتاجة ان انا انضفها بفرش. دي حتة معجون اسنان اي نوع عندك هبلها. عايزة اقول لكم كمان بتلاقي تلمع الاستانلس بتاع الحنفية نفسه خلاص، وهبتدي ادعك بيه. شايفين في ثانية تلمع والحنفية شرحه نفس الكلام. انا بس علشان اعرف اتحكم فيها هصور هخلص كله وارجع. خلاص كده ما نسيبش بقى المية شايفين الحنفية بتلمع ازاي، ما تسيبوش بقى المية وانتوا بتعملوا الكلام ده شغالة كده عمال على بطال عشان حرام. خلاص الحوض كده خلص، عامل البانيو. خلاص الحوض خلص وحتى الفرشة بتاعته اتغسلت وحطينا الحاجات بتاعته، دي اتلمعت وترصت من الاول، حتى دول اتغسلوا واتحطوا مكانهم، والمراية فوق بس مش عايزة اطلع فوق اتلمعت برضو اخرى على قد جهدي. تعرفين يعني اتحرك حركات بسيطة. دلوقتي هرش على البانيو كله، هرج بس كده الاول، وهعمل في البانيو زي ما عملت في الحوض بالظبط. فعشان الفيديو ما يبقاش طويل ورخم هخلص كل ده وارجع لكم على طول اقول لكم هننظف سيفون الحمام بايه. خلصت البانيو ولمعته وبدات املاه. العلامه الصفرة دي في البانيو، في الخامه بتاعه البانيو نفسه يعني. خلاص التويليت اتلمع من فوق ومن جوه، فاضل بس السيفون بتاعه. بصوا انا حاطه هنا بيبسي سودا بس، يعني انا عشان حط سبت السيفون يملى، فعشان كده البيبسي لونه داب يعني. بس انا عايزاكم تشوفوا الرواسب اللي تحت دي، كله ده بتبقى املاح وحاجات من الميه وحاجات صعبه مترسبه فيه، مع الوقت بتسده خلاص. فده السودا اللي تحت دي القفل بتاعه، دي مش صدى، ده القفل بتاعه خلاص. وهحط معاه كمان شويه من المنظف اللي انا بعمل. يبقى انا حطيت بيبسي وحطيت المنظف بتاعي وسيبته يملى ميه خلاص، وهسيبه كده ساعه ساعتين، وبعدين هدوس على الكومبينيشن بتاعي ينزل لي كل الرواسب اللي موجوده فيه. خلاص كده هقفله وهسيبه ساعه ساعتين، وبعدين انزله هينزل لي كل الرواسب دي، حتى يعني البيبسي السودا دي لو تعرفوا خطورتها مش هتحطوها في بقكم، هتنضفوا بها التواليتات زي ما انا بعمل كده بالظبط. خلاص المهم يعني هيشيل كل الجير اللي هنا والجير اللي في القعده نفسها، وشايفين القعده اتغسلت وبتلمع زي الفل من كل حته. هقفل الغطا، هغسله واقفله، ويا دوب هلمع الارضيه وكده يبقى خلصنا الحمام. خلاص التويلت بتاعنا بقى زي الفل كله اهو اتلمع. شايفين الحاجه السيراميك بيلمع ازاي؟ ده من الخل والليمون اللي في الكلوركس والحاجات اللي احنا حاطينها بيبرو. المهم الارضيه بتلمع بقى ليه كده؟ علشان السؤال سالته قبل كده، دايما في اي ميه بتمسحوا بيها سواء في الموب او بحاجه بتمسحوا بيها عاديه ايا كان، حطوا ملح. الملح بيلمع الارض بالشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص انا كده خلصت، اطلع بس بره الحمام. التويليت خلاص خلص الحمد لله، يعني هتوضى اصلي العصر، انا اوريدي الحمد لله مصليه الظهر، فهصلي العصر وبعدين هنشوف بقى هنكمل يومنا مع بعض الطويل ده ازاي. احنا نزلنا رحنا كارفور ما لقيناش الحاجه اللي احنا عايزينها فيه، كنا رايحين نجيب حاجتين ما لقيناهمش، فهندخل كازيون يلا بينا.
خلاص رجعنا المشتريات من كازيون ومن الفرجاني ومن سوبر ماركت هنا جنبنا جنب البيت. يعني مشتريات هتنزل لكم في فيديو لوحدها علشان الفيديو ده هيبقى طويل جدا جدا. احنا اتغدينا بره وهنشرب كوبايه شاي وبكده اقول لكم سلام عليكم، عشان انا لو كملت معاكم بقى اليوم ده هيبقى طويل جدا جدا. فان شاء الله فيديو المشتريات هنزل لكم بعد الفيديو ده، وفي فيديو روتين مسائي حاجه جديده هنزلها لكم كمان بعديهم باذن الله. سلام عليكم.